الولائي لولاية عين الدفلة، قمنا بتنظيم إفطار جماعي على شرف أبنائنا وبناتنا الأيتام وأمهاتنا الأرامل، يعني العدد يتجاوز 100، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المحسنين. نشكر المحسنين جزيل الشكر ونتمنى لهم إن شاء الله دوام الصحة والعافية، ونشكر أيضا على كل من ساهم معنا في هذا الإفطار الجماعي. المناسبة كذلك اجتمعت مناسبتين، المناسبة الأولى هي إفطار جماعي، والمناسبة الثانية تضامنا مع إخواننا في غزة في فلسطين الأبية التي تعاني يوميا ويلات الحرب ويلات الظلم ويلات الإهانة. فلذا من هذا المنبر أدعو كل الأمة الإسلامية وعلى رأسها الشعب الجزائري من أجل توحيد الصفوف، من أجل نصرة هذه القضية، قضية فلسطين، فلسطين الأم، فلسطين البلد الثاني. إن شاء الله تكون تكبيرة الأولى تكبيرة فرحة العيد، والتكبيرة الثانية بتكبيرة انتصار أهلنا وإخوتنا بفلسطين الحبيبة. نطلب منك الشعب الجزائري يحطوا يد في يد من أجل دعم القضية بالمساندة تاعهم، لأنه إخوتنا الصحراء في جوع وفي في ألم ما يحس بها أي إنسان. قلوبنا معهم.